السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت شغال على أي برامج؟ برامج المناخ زي مثلا إيكوتكت، زي جزائري، زي ديزاين بيلدر. بيحتاج منك ملفات زي ملف الـ EBW و CLM أو WEA، هو أشهر واحد فيهم الـ EBW، تمام؟ وأنت طبعا لازم تختار الملف المناسب لبلدك. فاحنا مثلا هنيجي هنا الموقع دوت، هتلاقي الرابط بتاعه أسفل الفيديو، وتبدأ تختار المكان اللي أنت فيه، تمام؟ مثلا نورث امريكا، تختار مثلا دوت المشروع اللي انت فيه، هيبدأ يديك الملف تقدر تحمله، تفك الضغط تلاقي الملف اللي انت الموقع محتاجه او البرنامج محتاجه. برضو في موقع اهو بتاع الانرجي بلس، هنلاقي فيه الوزر داتا، نختار مثلا اليابان مثلا، هيبدأ يقول لك بقى اني مكان فيهم، تمام؟ طبعا اوساكا، هتبدأ تحمل الملف بتاعك الاي بي دبليو.